سوف نقرأ هذا البيان على حكومة البصرة المحلية وننتظر الرد. بسم الله الرحمن الرحيم، باسم سادة وشباب خور الزبير، رسالة إلى السيد محافظ البصرة أسعد العيداني ورئيس مجلس المحافظة السيد خلف البدران وكافة أعضاء مجلس المحافظة وبالأخص رؤساء اللجان، وبأخص لرؤساء لجان الخدمية، لجنة العمل والصحة ولجنة النفط والغاز والصناعة، بعد إهمالكم لمدينة خور الزبير سوف نخرج بمظاهرات واعتصامات ليس لنا رجعة إلا بتحقيق المطالب، وأهم تلك المطالب هي تشغيل العاطلين عن العمل في الشركات الحكومية والأهلية وشركات التشغيل داخل ميناء خور الزبير والمنطقة الحرة، حيث يبلغ عدد العاطلين في هذه المدينة أكثر من 5000 عاطل من أصحاب الشهادات وغيرها. وأبرز تلك المطالب هي أولا اختيار مدينة الناحية تولي اختيار مدير للناحية تولي مهام الإدارة وتوفير احتياجاتها. ثانيا المباشرة بإنشاء الدوائر الخدمية الخاصة بالناحية، وهي البلدية والمستشفى والمحكمة ومركز الشرطة وبناية إدارة الناحية. ثالثا فتح مكتب تشغيل من أجل تشغيل العاطلين عن العمل وبالتعاون مع مكتب تشغيل المحافظة، وسيكون للتشغيل في الشركات الحكومية الأهلية خاصة لشباب خور الزبير وطرد العمالة الأجنبية واستبدالها بعمالة عراقية. رابعا تشكيل لجنة متابعة مكونة من حكومة البصرة والقوة الأمنية وشباب خور الزبير من أجل متابعة الشركات الأهلية داخل خور الزبير وتوقيف كافة العاملين أصحاب الإقامات المنتهية. وإذا أهملت هذه المطالب سوف يكون لنا رأي آخر وتتحمل حكومة البصرة المحلية المسؤولية الكاملة، وإذا خرجت الأمور عن السيطرة والحقوق تؤخذ ولا تعطى، ومن الله التوفيق.